بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي، الرحمن على العرش استوي، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترناك فاستمع لما يوحي، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي، ثم ذهب إلى أهله يتمطي، أولي لك فأولي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني تمني، ثم كان علقة فخلق فسوي، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على
أن يحيي الموتى. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الله لمن حمده.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، يا من خضعت لعظمته الرقاب، ودلت لجبروته الصعاب، اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، يا من سمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه، يا من أمنت يونس في بطن الحوت، يا من حفظت موسى في اليم والتابوت، وطمنت أمه وجبرت خاطرها، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بأن وفقتنا في شهر رمضان للصيام والقيام، للصيام والقيام، ولقراءة القرآن، فلك الحمد يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل سجودنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل نفقاتنا، وتقبل صدقاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقبتهم في هذا الشهر المبارك، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع المسلمين من النار.
اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أصلحت حالنا وغيرت أقدارنا وسترت عيوبنا وغفرت ذنوبنا وأصلحت ذات بيننا وألفت بين قلوبنا ووحدت صفوفنا وهديت نساءنا وأصلحت شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا سوءا إلا صرفته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا آمرا بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم متعنا برضاهم اللهم متعنا برضاهم وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم ارحمنا إذا غسلونا وإذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وتحت التراب وضعونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. نحن يا ربنا قد دعوناك فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين ولا من رحمتك مطرودين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك إلى السماء الدنيا فتقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه سؤله. اللهم أنت ترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم ها أنت ترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا. اللهم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم كل من أنفق في هذا المسجد يا رب العالمين اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله في رضاك. اللهم كل من قام وصلى وأنفق ونظم وساهم واجتهد في هذا المسجد المبارك يا رب العالمين اللهم أصلح نساءه واهدي شبابه يا رب العالمين واجعل عمله في الميزان المقبول يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله